الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حقق خام البصرة خسائر أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مع تسجيل أسعار النفط العالمي أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على انخفاض بلغ $1.19 ليصل إلى $81.28، وسجل خسائر أسبوعية بلغت $4.63 بما يعادل 5.63%. وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ $1.19 ليصل إلى $84.84، وسجل أيضا خسائر أسبوعية بلغت $4.49 للبرميل. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل، وقال مصدر مالي أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 145,850 دينارا مقابل كل 100 دولار. وأما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية، حيث بلغ سعر البيع 145,750 دينارا وسعر الشراء 145,550 دينارا لكل 100 دولار. أعلنت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية ارتفاع الصادرات التركية إلى العراق في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 32% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023. وقالت المؤسسة إن مجمل الصادرات بلغت 2,900,000,000 دولار، وارتفعت صادرات المواد الغذائية وتحديدا الطحين بنسبة 31%، كما ارتفعت صادرات مواد مختلفة وتحديدا الذهب بنسبة 49%، كما ارتفعت نسبة المكائن ووسائل النقل بمقدار 35%، وذلك وفقا للمؤسسة. ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة FAO لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في شهر نيسان، بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان. وذكرت المنظمة أن مؤشرها للأسعار الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً عالمياً سجل في المتوسط 119 نقطة في شهر نيسان، ارتفاعاً من مستوى معدل بلغ 118 نقطة في الشهر السابق. ومع ذلك كانت قراءة شهر نيسان أقل بنحو 7.4% مقارنة بشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات. قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي إليكسي موجين إنه لا يستبعد احتمال انهيار النظام النقدي العالمي القائم في الوقت الحالي. وأضاف موجين أن المنظومة القائمة حالياً تعتمد على الثقة في أن الأصول الدولارية آمنة، لكن البنوك المركزية والمؤسسات وحتى الأسر بدأت بالفعل في بيع الأصول الدولارية وشراء الذهب بسبب تزايد عدم الثقة في سلامتها. وحذر موجين من حدوث فوضى في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه بمجرد فقدان هذه الثقة ستحل فترة الفوضى في الاقتصاد العالمي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.